ثم تكلم عن السمعيات، عن يوم القيامة، يوم الدينونة الذي نعود فيه لربنا من أجل الحساب، العقاب أو الثواب. نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينجينا في هذا اليوم، وأن يدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب. بعدما نشرب من يد النبي شربة ماء لا نضمأ بعدها أبدا. اللهم آمين. هناك سيكون هناك النشر والحشر، القيام من القبور في خلقة جديدة، ثم بعد ذلك الحشر في الموقف العظيم، ثم يؤتى كل واحد منا كتابه إما باليمين ونكون من أهل اليمين إن شاء الله، أو باليسار نعوذ بالله من أهل الشمال. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لا تزر وازرة وزر أخرى، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذن يوم عظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله السلام. في هذا اليوم يعاد شريط حياتك كلها من أولها إلى آخرها، ومقداره 500 سنة ستقف في هذا الحساب. نسأل الله أن عند ربك كألف سنة مما. فإذا يوم القيامة 1000 سنة، لكن النبي سيشفع شفاعته الكبرى للعالمين فيجعله على النصف فيكون 500 سنة. وهناك من يدخل الجنة من غير حساب، ونرجو الله أن يعدنا منهم، فإنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. يا رب سلم سلم. وهناك الميزان، وهناك الصراط، وهناك الجنان، وهناك النيران، وهناك وصف ليوم القيامة موجود كله في القرآن، وكله مبني على قضية إثابة من أراده الله سبحانه وتعالى لمقام العبودية، وعذاب من ضل عن هذا فذهب إلى النار. كل هذا من السمعيات التي آمنا بها بناء على إخبار نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تكلم بعد ذلك عن قضية التدرج في الإرشاد، وأن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. يا فلان لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل وتركه. ولما رأى السيدة زينب أم المؤمنين عليها السلام تزيد في العبادة ووجد حبلا، قال ما هذا؟ قالت يعني إذا أغمي عليها تستند إلى هذا الحبل. قال ليعبد أحدكم ربه طاقته فإن الله لا يمل حتى تمل. فربنا رحيم، ما كتب علينا إلا ما كان في وسعنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن فقد أمرنا بالتدريج،
وأمرنا بالتيسير، وأمرنا بالرحمة، وأمرنا بحدود الطاقة، وأمرنا بأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وأمرنا بأن نتقن العمل. فكل هذا من أوامر سيدنا تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم بعد ذلك دخل في بيان أسرار الطهارة.